بحثت مصر وأذربيجان توسيع التعاون في مجالات التنمية الرقمية والنقل والترويج الاستثماري والطاقة المتجددة والبترول والصحة والصناعة والإنشاءات. تأتي المحادثات التي عقدها وفد البلدين برئاسة وزيرة التعاون الدولي ونائب وزير الخارجية الآذري في إطار مناقشة استعدادات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الآذرية بالقاهرة خلال العام الحالي. أكد وزير البترول طارق الملا أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه في العام 2016. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير البترول بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسترد، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة، حيث شدد الملا على أهمية منطقة مسترد البترولية التي تعد من أعرق وأهم المناطق البترولية في مصر لما لها من دور فعال في منظومة توفير إمدادات الوقود بالسوق المحلية. من ضمن الإجراءات اللي بتتم دلوقتي هو التحول الرقمي في مصافي التكرير على مستوى قطاع البترول. كل معامل التكرير والمصافي بتاعته بتشتغل دلوقتي بالرقمنة. شايفين في الخلفي في الشاشة دي اللي بنسميها غرفة التحكم الرئيسية لشركة الأنابيب أو الإسكادا سيستم، اللي عليها كل القراءات الخاصة بشبكة الخطوط. أكثر من 1500 كيلومتر 1700 كيلومتر تم تنفيذهم بموضوع الإسكادا. ده بيتحكم في الكميات، سرعة تدفق المنتج، وتحكم في الغرف البلوف. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها لكنها سجلت خسارة أسبوعية، وذلك بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أمريكية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقلص الطلب على الوقود. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة بلغت 0.93% مسجلة 82.12 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أيضا العقود الأجلة لغام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.1% مسجلة 77.72 دولار للبرميل. في المقابل أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.18% مسجلة 2.43 دولار للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 5.16% مسجلة 2.52 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب توقع تراجع إنتاج الحبوب إلى 3.12 مليون طن هذا العام، بانخفاض قدره 43% مقارنة بالعام الماضي. أرجعت الوزارة هذا التراجع إلى الجفاف، متوقعة إنتاج 1.75 مليون طن من القمح اللين و 1.71 مليون طن من القمح الصلب و 0.66 مليون طن من الشعيرة.